بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال. وما زلنا شغالين في الشابتر رقم 6 الخاص بموضوع ال 3 دي Element، ونبدا ناخد مجموعه من التمارين الخاصه بالشغل الاسمبلي، او لما يكون عندك مش بارت بقى واحد، لا انت عندك كذا بارت، وبيكون البارت ده عليه احمال ومتثبت من جزء معين، وعاوز تشوف نوع الكونتاكت ما بين الاجزاء اللي عندك. قال لك ان الجسم اللي قدامك زي الشكل اللي قدامنا كده، شبه الكماشه، بتكون من الفك الاولاني والفك الثاني، واللي ماسك ما بينهم هو عباره عن البن. لو احنا فرضنا بقى اللي انت عندك هنا ان قيمه اللود قيمتها ب 2000 نيوتن، يعني هنفرض اللي انت عندك هنا في ضغط من هنا ومن الجزء اللي تحت، في قيمه اللود اللي انت هتبقى فرضها بالنسبه لك. والجزء ده نعتبر ده المكان اللي هتبدأ تشيل بيه أي حاجة. لو أنت ما ماسك أي جزء، هنعتبر بقى الكلام ده هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الفيكسد بالنسبة لنا، أو التثبيت بتاعنا هيكون على الجزء ده. هتلاقي الجسم عندك هنا بيتكون من بارت اتنين تلاتة، أو من فك والتاني والبن. يبقى أنت عندك حاجة اسمها الكونتاكت لازم تظهر معاك. طيب احنا كنا قلنا ان انت عندك كذا نوع من انواع الكونتاكت، فاحنا كان عندنا البوندد لما يكون عندك زي اشكال لحام او الجسمين مترابطين مع بعض مفيش اي حركه ما بينهم، انما في الجزء الثاني ده هنبدا نستخدم بقى النوع الثاني اللي هو عباره عن نو سيبريشن، اللي هو هتبدا تقول لك بقى ان في حركه ما بين الاجسام اللي عندك، او ما بين في كونتاكت ما بين كل جسم والتاني بس بيسمح في الحركه بتاعتك. الكلام ده مصنوع من الستيل، و المطلوب بقى الاستريس والديفورميشن ومعامل الامان. دي معادله اللي قدامنا بتاعت الاستريس وقيمه معامل الامان، فاكتور اوف سيفتي بيساوي سيجما يلد على السيجما دي. تعال بقى نروح للبرنامج، والمساله دي هتلاقي عندك موجوده في المرجع او الريفرنس الخاص بالتوتوريال الخاص بالبرنامج سوليد وورك، تقدر ترجع لها وتقدر ترجع للمرجع بتاعك. احنا جبنا الرسمه بتاعتها من الماركه يعني، وتعالى بقى نشتغل على الرسمه اللي قدامك. ادي شكل الرسمه. اول حاجه هتلاقي عندك هنا بتكون من بارت 2 3، وتعالى نخش على الجزء الخاص بسيموليشن ونبدا نعمل نيو للدراسه بتاعتنا، واحنا شغالين على الاستاتيك، ونبدا نعمل علامه صح. اول حاجه بنبدا نعرفها هي الماتيريال، فاحنا نختار الماتيريال اللي هي عباره عن الستيل، ونختار على الكربون ستيل. اخترنا على البارت من بره، لو احنا نزلنا كده هتلاقي كل جزء عندك اتعرف له الماتيريال بتاعه. الخطوه الثانيه هتلاقي عندك بقى خلاص بقى القايمه اتعودنا عليها، حته او الجزء الثاني اللي هو عباره عن الكونكشن او الكونتاكت. والبرنامج بيبدا يقترح عليك كونتاكت تلقائي، اول ما بيشوف مجموعه من الاجسام متلامسه مع بعضها بيبدا يعمل حاجه اسمها الجلوبال كونتاكت، وبيختار على طول تلقائي الديفولت بتاعه كانت عباره عن البوند، يعني بيعتبر ان الاجسام كلها متماسكه مع بعضها. طبعا في الحاله بتاعتنا دي لا، ما ينفعش بقى الكلام ده، ما ينفعش بوند خالص، يبقى انت كده مش بتحاكي المساله بتاعتك خالص. لا، تعال بقى نضغط على الجلوبال كونتاكت ونضغط عليه دبل كليك شمال، تطلع عندك ثلاث انواع. ففي الحاله بتاعتنا دي نختار النوع الاولاني اللي هو عباره عن نو بنتريشن، واحنا لو ضغطنا عليه يبقى انت كده عرفت له الكونتاكت اللي الجسم او البرنامج اللي هو عرفه. تعال نعمل علامه صح، وكده خطوه الكونتاكت انتهت. تعال بقى نشوف، احنا عايزين بس نعرض حاجه هنا. لو احنا رحنا للقائمه بتاعت تعال نشوف بقى كده الحاله اللي احنا شفناها دي، احنا عايزين نجيب الاجسام المتلامسه، يعني احنا عايزين نشوف بقى البرنامج فهم ايه. لو انت وصلت كده هتلاقي البرنامج شاف البن بالنسبه له عمل كونتاكت او عمل علاقه في الكونتاكت في الجزء الاولاني، وفي علاقه ثانيه
ما بين الجزء ده والجزء التاني، وعندك برضو الكونتاكت في الناحية التانية. يبقى ده هو كده بالنسبة له الجسم، أو دي الثلاث حاجات اللي هو البرنامج بدأ يعمل عليها الكونتاكت أو الجلوبال كونتاكت. تعالى بقى نعمل بقى منطقة التثبيت، واحنا نعمل بقى كليك يمين ونعمل بقى فيكسد ونختار منطقة التثبيت هي السطح ده. تعالى بقى نشوف كده، نزوم شوية ونعدل الشكل بالنسبة لنا، والمنطقة دي يعتبر من الأماكن اللي أنت تبدأ تمسك بيها بالفك اللي قدامك. وتعالى بقى نحط الأحمال، طبعا احنا فارضين قيمة الحمل ب 2000. تعالى بقى نشوف ال2000 ده هتبدأ تعمل ايه. نضغط على الفورس ونضغط على ال2000 على السطح ده وعلى السطح ده، فالاثنين هيكون عمودي على السطح، وقيمة اللود قيمتها ب 2000 نيوتن، ونبدأ نعمل علامة صح. احنا كده حددنا البوند كونديشن بتاعتي. فتعالى بقى نبص كده، انت هتبدأ تضغط بايدك على الجزء ده او بتعمل بريشر على الجزء ده سواء من فوق ومن تحت عشان تبدا تفتح وتقفل على الجسم اللي قدامنا ده. تلقائي انت المفروض لو انت هتوصل لاعلى قيمه هتلاقي توصل لغايه السطح ده. يبقى انت عندك هنا برضو لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان الجسم ده مع الجسم ده مع السطح ده مع السطح ده المفروض هيحصل لهم كونتاكت في حاله لما انت ضغطت على المنطقه او ضغطت بلود عالي، فلازم تفهموا ان في كونتاكت ما بين الكلام ده. هل البرنامج بقى بيفهم الكلام ده؟ لا، ما هو ما فهمش الكلام ده، لا هو فهم اللي عمل لك جلوبال كونتاكت او عمل لك الكونتاكت ما بين كل جسم والتاني او اللي حصل فيهم تلامس. طب في الحاله دي بنختار بقى نختار نعمل ايه؟ او انا بقى شايف اللي احنا انت عارف ان هيحصل لك كونتاكت تاني، او انت عارف ان في منطقه تلامس تاني، تبدا تضغط على الكونكشن وتعمل كليك يمين ونعمل حاجه اسمها الكونتاكت سيت. ولو ضغطت عليها كده هتلاقي يقول لك ايه، اختار بقى النوع الكونتاكت اللي انت عاوزه. فاحنا بالنسبه لنا نو بنتريشن، ونختار بقى مانوال ولا اوتوماتيك. لا، نختار بالمانوال، واللي حدد لي السطح الاولاني والسطح الثاني فاحنا هنعتبر ده السطح الاولاني وبالنسبه لي ده السطح الثاني. بدل ما ناخد كل الجسم ده معانا في الحسبان نختار جسم بسيط كده او سطح بسيط فيس معين، ولو انت عندك احتكاك تبدا تحط له القيمه. طبعا احنا في الحاله دي احنا بنعمل ضغط، مفيش يعني قيمه ليه، يعني مش هيبقى فيه حركه على الجسم او مفيش بقى ايه فريكشن. فبالنسبه لنا كده في الحاله دي كده تعال ننزل تحت كده ونشوف بقى. عايزين نعمل بقى الادفانس هنا مثلا ايه، انت عندك بقى العلاقه ما بين نود وسيرفيس ولا عندك سيرفيس تو سيرفيس؟ لا، احنا عندنا سيرفيس تو سيرفيس، فاحنا نبدا ننشط القائمه دي اللي انت عامل سيرفيس ما بين سطحين. وتعالى نعمل بقى علامة صح. احنا عملنا الخطوة دي ليه؟ عشان انا يعني عارفين اللي المفروض في الحقيقة ان الجسم ده مع الجسم ده هيتلامسوا لو انا ضغطت على الاخر، او عاوز المس الكلام ده مع ده عن طريق الضغط اللي انا عملته. هنعمل بقى جنريت للمش. تعالى نعمل بقى مش ما يكونش بقى قيمته صغيرة، لا تخليه بقى كورس عشان المسألة ما تطولش معانا في الحل. وده كده شكل المش اللي اقترحه معانا البرنامج. تعالى بقى رن ونشوف البرنامج هيبدأ يطلع لنا النتائج في الصورة اللي قدامنا. زي ما واضح ان لما تكون شغال في مساله اسمبلي وفيها كونتاكت بيبدا المساله معاك تبدا الحل بتاعك يبدا يطول في الوقت، مش بقى بياخد بقى سنتين وثلاثه، لا الموضوع بدا يطول معاك في الحل. تعالى بقى نشوف بقى النتائج بتاعتنا. فعندك هنا قيمه الاستريس طلع لك هنا برقم كبير، يبقى انت عندك قيمه ال2000 دي قيمتها كبيره جدا على الفرد اللي انت فرضه. تعالى بقى نعمل انيميت. وقيمة الاستالة
أربعة وكسر طبعا نتيجة الحمل اللي أنت حاطه. يبقى أنت هنا المفروض تحط لك مثلا حمل، لو إحنا فرضنا القيمة دي ب 200 مش ب 2000، تعال نعمل بقى علامة صح ونعمل بقى رن تاني عشان يكون الأرقام بالنسبة لنا كاستريسز مظبوطة. بعد ما فرضنا ان قيمه اللود ب 200 نيوتن طلع عندك قيمه الاستريس ب 123، ودي قيمه مقبوله جدا بالنسبه لنا بالنسبه للسيجما يلد اللي عباره عن ال 220، والاستال عندنا قيمتها ب 0 علامه 4.4 ملم. وتعالى بقى نشوف معامل الامان. بالنسبه لنا معامل الامان خلاص بقى بالنسبه لنا معروف، لان انت بتقسم قيمه اليلد على الاستريس طلع لك قيمه معامل الامان طلع لك ب 1 و 8. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.